السلام عليكم. ده تعالوا بقى ناخد اول اكزامبل عندنا هنا. بيقول ان الكتريك لود ات 240 فولت ار ام اس. خلي بالكم هنا مدينا الفولت ار ام اس، يبقى مش محتاجين نحولها، لان الباور انتوا عارفين زي ما قلنا من شويه ان هو بيتعامل مع الروت مين سكوير فاليوز. يعني وانت بتحسب الكومبلكس باور او اي حسابات في الباور كلها لازم تكون روت مين سكوير. فلو مديك مثلا السيجنال بتاعتك 20 كوزاين مثلا اوميجا تي بلس ثيتا، فلازم اقسم ال 20 دي على جذر 2 عشان تكون افكتيف. يعني ما ينفعش احولها 20 انجل ثيتا، لا، ساعتها ال 20 دي هي البيج فاليو او الماكسيموم فاليو، مش الروت مين سكوير فاليو. لازم تقسمها على كام؟ على جذر 2. لكن هو هنا على طول مدينا السيجنال بتاعتنا روت مين سكوير، فخلاص مش محتاجين نقسمها على جذر 2. يقول ذا لود ابزورب ان افريج باور ب 8. افريج باور اللي هو الايه بقى؟ على طول كده اول ما نسمع كلمه افريج باور يبقى البي على طول، ب 8 كيلو وات ات لاجنج باور فاكتور. لاجنج باور فاكتور ده معناه ان الاوتبوت بتاع الزاويه هيطلع بالبوزيتيف اوف 0.8. تمام، يبقى احنا عندنا لود اهو، اللود ده عليه فولتج 240 ار ام اس والزد ال دوت. عاوز هو الكومبلكس باور وعاوز قيمه الزد ال بكام، فبالتالي هو مديك الباور بيساوي 8000 كيلو واط، ادي 8000، اسف 8 كيلو واط اللي هو 8000 واط يعني، والباور فاكتور ب 8 من 10 وهو لاجنج. مش احنا عندنا بقى قانون بيقول ان البي بيساوي مودولس اس في الباور فاكتور، فبالتالي اقدر اجيب المودولس اس اللي هو البي على الباور فاكتور، يبقى 8000 على 0.8 ب 10000، وبالتالي اقدر اجيب السيتا في. السيتا في دوت بيساوي كوزاين انفرس الباور فاكتور. طب الباور فاكتور ده بكام؟ 8 من 10، وانا حاطط هنا بوزيتيف عشان هو قال لي لاجنج، يبقى كوزاين انفرس 8 من 10 ب 36.87 من 100، وبالتالي يبقى الاس بتساوي ايه؟ الاس بتساوي مودولس اس انجل سيتا في ناقص سيتا اي. يبقى خلاص كده جبنا الكومبلكس باور، ادي المودولس اس اللي هي ب 10000 انجل سيتا في ناقص سيتا اي اللي هو 36.87. كده جبنا الكومبلكس باور. ده كان المطلوب الاول. المطلوب الثاني عاوز يجيب الزد ال. طب قانون الزد كان عبارة عن ايه؟ ايه علاقة الكومبلكس باور اللي هو الاس بي الزد؟ في قوانين عندنا، الاس بتساوي الفي مودلس سكوير على زد كونجنت، او الاي مودلس سكوير في زد. ايه اللي عندنا من الكلام ده؟ احنا عندنا ال 240 اللي هو فولت، يبقى اذا نستخدم القانون بتاع الاس بتساوي الفي افكتيف مودلس سكوير على زد كونجنت، يبقى بالتالي زد كونجنت ده بيساوي الفي افكتيف مودلس سكوير على الاس. طيب الفي بكام هو ادهالنا هنا؟ ادهالنا ب 240. اجي اروح جاي حاطط 240 هنا سكوير. لو كان في، لو مثلا الفي دي 240 انجل 30، لا اخد 240 بس، لان دوت الماجنتيود فقط لا غير. 240 سكوير على الاس اللي هو 10000 انجل 36.87. يبقى بالتالي الزد كونجنت بيساوي 4.6 من 10 ماينس جي 3.46. كده جبنا الزد كونجنت. طب عاوز اجيب الزد بس، يبقى اروح جاي محول الساين دي بدل ما هي ماينس تبقى بوزيتيف، يبقى ده كده جبنا الزد ال. كده احنا المساله بسيطه جدا، جبنا الاس وجبنا الزد ال. اكزامبل رقم 2 بيقول ايه بقى؟ نركز بقى لان دي مسائل امتحانات، هنجيب لكم مسائل من الامتحانات على طول. انتوا بقى تحلوا الشيت كله اللي هو شيت 15 و16، وانا بحل لكم مسائل من الامتحانات اهي. بيقول the three load in figure 2، ادي figure 2 دوت، can be described as a follows. load number 1 ب 10 زائد j 10، يبقى ال زد بتاع load رقم 1 دوت الزد بتاعته ب 10 زائد j 10. طيب نيجي نكتبها كده، ادي اهي دي كده 10 10 plus j 10، ده اللي هو ايه؟ الزد 1 كده، ده زد 1 ايكوال. تمام، ده كده زد 1. الجزء الثاني اللود رقم 2 دوت بيابزورب افريج باور، اللود رقم 2 بيابزورب افريج باور 2 كيلو وات اند رياكتيف باور 2 كيلو فولت امبير رياكتيف. يبقى دوت كده الاس بتاع دوت على طول نقدر نقولها الاس بتساوي الباور بيساوي 2 كيلو واط يعني 2000 زائد جي 2 كيلو فولت امبير، يبقى زائد جي 2000. كده ده اليونت بتاعتنا فولت امبير. كده احنا جبنا الاس دي، الاس بتاعت اللود رقم 2.
اللود رقم 3 بقى بيأبزورب 8.4 8.5 كيلو فولت أمبير at 0.7071 باور فاكتور. يبقى الراجل دوت كيلو فولت أمبير ده المودلس اس، يبقى الاس بتاعتنا، يبقى المودلس اس عندنا هنا المودلس اس، نعمل المودلس دي طيب شيفت كده، ايوه المودلس اس عندنا بيساوي يبقى 8.4 8.5 فولت امبير، فولت امبير ده كده اللي هو المودلس اس. تمام، ال والباور فاكتور عندنا، الباور فاكتور اللي هو بيساوي 0.7، الباور فاكتور بيساوي 0.7071 ده كده الباور فاكتور. تمام، ده للود رقم 3. كده احنا خلصنا اللود رقم 1 و2 و3، كده عندنا كل الداتا، كل الداتا بتاعته. تمام، نيجي بقى هنا تعال نحل بقى هو عاوز ايه هنا، وبيقول ان الفولت على اللود رقم 2، الفولت على اللود رقم 2 دوت بيساوي 100 فولت، يبقى هنا 100 فولت يبقى 100. تمام، طيب بيقول calculate the total power factor of the three load together، عاوز total power factor بتاع دوت. يبقى احنا نعمل ايه، هنجيب الاس بتاع دي والاس بتاع دي والاس بتاع دي ونجمعهم مع بعض، نجيب الاس توتال، والاس توتال دي نجيبها كماجنتيود وزاويه، والزاويه دي اخد لها الكوزاين، يبقى كده جبنا توتال باور فاكتور. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بيقول كالكوليت ذا فاليو اوف ذا سورس فولتج في جي، عاوز الفي جي دوت اند اتس ار ام اس فاليو، عاوز السورس فولتج في جي والار ام اس فاليو بتاعته. تمام جدا، طب ازاي اجيب الفي؟ لازم اعرف التيار في المقاومه دي عشان اقدر اجيب الفي اللي هنا، واعرف الفي اللي هنا، اجمعهم على بعض كده جبت الفي جي على طول. تمام جدا، وبالتالي الفي جي هجيبها ار ام اس واجيبها بيك على طول، مفيش مشكله. بعد كده كالكوليت ذا افريج اند رياكتيف باور اسوسييتد ويز لاين امبيدنس 40، عاوز البي والكيو عند ال 40. اولا كده بمنتهى البساطه البي هتساوي ايه؟ هتساوي اي سكوير في ار. طب الكيو بتساوي كام؟ هل في هنا كاباستر او كويل؟ لا مفيش كاباستر وكويل، يبقى بالتالي عندنا هنا الكيو بتساوي صفر قولا واحدا بدون ما نبدا نحل كده. بعد كده المطلوب الرابع كالكوليت ذا افريج اند رياكتيف باور اسوسييتد ويز ذا فولت سورس، عاوز الافريج والرياكتيف باور. بالتالي نقدر نجيبها ازاي؟ لازم اعرف الاي اللي ماشي هنا وانا عرفته من خلال المقاومه دوت، واعرف الفي اضربهم في بعض، يبقى الاي كونجنت في جبت الاس. الاس دي اجيبها في صوره الريال والايمجري، يبقى الريال هو الافريج باور والايمجري هو الرياكتيف باور. ادي مساله خلصت كلاميا وافكار مفيش فكره فيها خالص، يعني هي القصه كلها ان احنا عارفين القوانين وبنشتغل بيها وقدرنا نطلع القيم بتاعتنا اللي انتم شايفينها على الرسمه دي. طيب نيجي بقى ننزل كده عندنا اهي، نعمل كلير للرسمه دي. طيب خلاص احنا كده جبنا الزد واحد عندنا اهي، وادي الاس 2 وادي الاس 3 زي ما قلنا، وادي الفي ال 1. طيب عندنا عاوزين نجيب بقى هنا اهوت ايه، نحل ازاي بقى الكلام ده؟ انت عندك الاس اللي هنا، عندك الاس 2 وعندك الفي، مش تقدر تجيب التيار اللي هنا؟ قال لك اه تقدر تجيب التيار مفيش مشكله. طيب تمام اهو، احنا عندنا الفي اهو وعندنا الاس، اقدر اجيب التيار اللي هنا. طب اجيبه ازاي؟ انت عندك الاس بتساوي الاي كونجنت في. طيب الاي كونجنت اقدر اجيبه اللي هو بيساوي الاس على في، وبالتالي اقدر اجيب الاي. كده جبت الاي اللي هنا، يبقى حضرتك تقدر تجيب الفي اللي هنا لان انت عندك الاس. يبقى عندك الاس 3 اللي هو بيساوي اقدر اجيب كوزاين انفرس الرقم دوت، يبقى كده احنا جبناه
جبنا الزاوية، بس خلي بالك هو قال هنا ليدنج، ليدنج يبقى بالنيجاتيف، يبقى تمام جدا كده. جبت الماجنتيود والزاوية، فعندي الاس 3، وعندي التيار اللي انا لسه حاسبه من هنا كده، جبت الفي 3، وبالتالي الفي 2 دوت اللي هو بيساوي في ال 1 زائد في ال 3، كده جبت الايه الفي ال 1. طب الفي ال 1 دوت عندك قيمة المقاومة وعندك الفي، خلاص كده قدرت تجيب الايه التيار اللي هنا. طب عندي التيار، قدرت اجمع التيار اللي هنا والتيار اللي هنا، جبت التيار الكلي. طب انا عاوز اجيب الاس اللي هنا، اجيبها ازاي؟ عندك الاي والزد، يبقى الاي مودلس سكوير في زد، او عندك الاي والفي يبقى الاي كونجنت في. تمام، يعني نقدر نجيبها بحاجات كتير جدا. نمشي بقى الخطوات بتاعتنا كده. ادي جبت الاي ال 2 اللي هو عباره عن الاس على الفي ال 2، وبعدين جبت الكونجنت بتاعه لان القانون بيقول ان الاس بتساوي الاي كونجنت في، كده جبت خلاص الاي ال 2. وبعد كده عاوز اجيب الفي ال 3، انا عندي الاس وعندي الاي لسه جايبها من شويه، يبقى الاس على الاي كونجنت جبت كده الفي. طيب الفي ال 1 قلنا هنجمع التو فولتج مع بعض بيساوي 400. طيب تمام جدا، يبقى اقدر اجيب الاي ال 1 بقى اللي هي الاي ال 1 بيساوي ايه؟ بيساوي الفي اللي انت لسه جايبها على زد 1 زي ما قلنا من شويه، كده جبت خلاص الاي ال 1. طيب عاوز اجيب الاس 1، يبقى الاس 1 بيساوي الاي كونجنت في او اي مودلس سكوير في زد او في مودلس سكوير على زد كونجنت، كده جبت الايه الاس 1 على طول. الاس توتال بقى بيساوي اس 1 زائد اس 2 زائد اس 3، خلاص جبتهم جمعتهم طلع ب 16 كيلو فولت امبير. تمام، ومفيش اي انجل خالص لما جمعت الاس دي وجمعت الاس 3 وجمعت الاس 2 اللي هي دي، طلعوا ب 16 كيلو فولت امبير. تمام، يبقى الباور فاكتور عندنا بكام هنا؟ مفيش اي انجل خالص او مفيش اي ايماجري بارت، يبقى الباور فاكتور على طول بيساوي 1. طيب عاوز اجيب الاي سورس بقى، هو عباره عن الاي سورس اللي ماشي هنا اللي هو اللي ماشي هنا ده، يبقى عباره عن الاي اللي هنا زائد الاي اللي هنا. انا جبت الاي دوت وجبت الاي ده اجمعهم كده جبت التيار اللي هنا، فالاي اس بتساوي اي ال 1 زائد اي ال 2 بتساوي 40 امبير. طب الفي اس الفولت اللي هو هنا بتاع السورس بيساوي الفولت ده اللي هو التيار اللي انت لسه جايبه في المقاومه زائد الفولت اللي احنا جبناه هنا اللي هو الفي ال 1، يبقى يعني بالتالي الفي اس بتساوي التيار في المقاومه زائد في ال 1 طلع ب 2000 فولت. طيب الباور لاين احنا عارفين اهوت البي بتساوي سكوير في ار، طب الكيوب زيرو عشان ما فيش اي كباستر او كويل. طب الباور في السورس انت عندك بما ان الفولت ريال والتيار ريال، يبقى على طول اللي هيكون في السورس البي بس، لكن الكيو هيكون بصفر. طب ليه ماينس؟ عشان التيار ماشي كده، ده اتجاه التيار عندنا، ده اتجاه التيار، اتجاه التيار داخل هنا على نيجاتيف، داخل هنا على نيجاتيف، بنقول ماينس الاي اس في في جي. عندي الاي اس وعندي الفي جي، كده جبت الايه؟ كده جبت التيار. وادي المسألة بالنسبة لنا كده خلصت، ما فيهاش أي مشكلة إطلاقا. تمام، طب دي مسألة امتحان، خلي بالكم دي مسألة امتحان فاينل اكزام. طيب تعال ناخد مسألة تانية، بيقول the three load in the circuit shown in figure، الاس 1 بيساوي المقدار دوت 5 زائد جي 2، واس 2 بيساوي المقدار دوت، واس 3 بيساوي المقدار ده. بيقول calculate the complex power associated with each voltage source VG1 و VG2. عاوز الاس بتاع هنا وبتاع هنا، عشان اجيب الاس بمنتهى البساطه لازم اعرف قيمه الفي ولازم اعرف قيمه التيار، ده التارجت بتاعنا، يبقى هنا لازم اعرف قيمه الفي وقيمه التيار. تمام، بعد كده بيقول verify the total real and reactive power delivered by the source equal to the real and reactive power absorbed by the network. يعني بيقول لك تشيك الباور بالانسد. هو هنا مديك ايه؟ مديك الاس 1 والاس 2 والاس 3، يعني مديك الباور هنا والباور هنا والباور هنا. طب الاس 1 ده مديها لك ومديك الفولت بتاعها، تقدر تجيب التيار اللي هنا. والاس 2 دي مديها لك ومديك الفولت بتاعها، يبقى اقدر اجيب التيار اللي هنا. والاس 3 دي مديها لك وانت عندك الفولت بتاعها اللي هو بيساوي ده زائد ده، فاقدر اجيب التيار اللي هنا. السؤال بقى التيار اللي هنا بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع التيار ده زائد التيار دوت، كده جبت التيار اللي هنا. طيب التيار اللي هنا بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع التيار ده زائد التيار دوت، كده جبت التيار اللي هنا. يبقى حضرتك دلوقتي عرفت التيار اللي هنا وعرفت التيار اللي هنا. طب عاوز اجيب الفي جي 1، عاوز اجيب بقى التيار دوت، فانت سيادتك عندك التيار دوت وعندك التيار دوت، تطبق الكي سي ال جبت التيار دوت،
او من هنا عندك التيار ده والتيار ده، طب اكس ال جبت التيار ده، تشتغل هنا كي في ال تجيب في جي 1، تشتغل هنا كي في ال تجيب في جي 2، يبقى المسألة خلصت. فالفكرة بتاعتها بسيطة جدا اهي. نشوف بقى خطوات الحل هنا بقى. أول خطوة عاوز أجيب الـ IL1، أنت عندك الـ S وعندك الـ Volt، يبقى S واحد على 125 كده جبت الـ I conjugate. تغير الـ Sign كده جبت الـ I. طب IL2 نفس القصة، S2 على قيمة الـ Volt. طب IL3 S3 على قيمة الـ Volt، خلاص كده جبت الـ I-ات كلها. طب الـ IG1 اللي هو التيار اللي هنا عبارة عن I1 زائد I3، أدي IL1 زائد IL3. طيب التيار اللي هنا اللي هو ده عبارة عن IL2 زائد IL3، أو على حسب ما احنا فرضين بقى، يعني هنا ادي IG2 بيساوي ال IG1 اللي هو دوت زائد ال IL3، تمام كده جبنا كل التيارات بتاعتنا. ابدأ بقى apply ال KVL عشان اجيب VG1، اجيب ال KVL هنا واجيب ال KVL هنا، يبقى كده جبنا كل الايه الفولتج في جي 1 وفي جي 2. طب الاس بتاع جي 1 بماينس، ليه ماينس؟ عشان التيار بتاعنا احنا فرضينه كده، يعني هنا التيار بتاعنا كده، وكان هنا التيار بتاعنا كده، وهنا التيار بتاعنا ده كده، وهنا التيار بتاعنا ده كده، وهنا التيار بتاعنا كده، تمام. فهنا بنيجاتيف وهنا برضو نيجاتيف، تمام. طيب نيجي بقى هنا سيادتك، ابدا اجيب الاس جي 1 اللي هو اي كونجنت في بالماينس، والاس جي 2 اي كونجنت في وبالماينس، كده جبت الايه الاس هنا. طب عاوز اجيب الباور في كل واحد من دوت، يبقى الباور هنا اهوت ده هيجي منها باور ما فيهاش كيو لان دي مقاومات، يبقى اي سكوير في ار اي سكوير في ار اي سكوير في ار. ودي احنا عارفين الباورز بتاعتها، يبقى نجمع دول كلهم بقى، والمفروض الاوت يطلع بزيرو، يبقى كده عملنا تشيك للباور بالانس. يبقى اس جي 1 زائد اس جي 2 زائد البي لوسز اللي هو في المقاومات كلها زائد اس 1 زائد اس 2 زائد اس 3، المفروض مجموعهم لو انت جيت حسبتهم هيساوي صفر. طيب ادي مساله تانيه خلصت. مساله بعد كده بيقول ايه؟ The load impedance absorb 40 كيلو وات، عندنا اللود بيabsorb 40 كيلو وات، يبقى البي ب 40 and 30 كيلو فولت امبير، يبقى الكيو بتساوي 30. The sinusoidal voltage source develops 25 كيلو فولت امبير reactive، يبقى السينسويدال ده عند lagging power factor، lagging يبقى زي النيجاتيف، يبقى السورس دوت بيطلع كيو، الكيو دي لاني فولت امبير رياكتيف 25، ده فولت امبير رياكتيف يبقى كيو، يبقى الراجل دوت الكيو بتاعته 25. واللود دوت انت عندك البي بتاعته 40 والكيو بتاعته 30، تمام جدا. بيقول ولاجنج باور فاكتور، ده لاجنج باور فاكتور. بيقول فايند ذا سبلاي باور فاكتور، عاوز الباور فاكتور بتاع السبلاي بكام. بعد كده find the line resistance، قيمة ال resistance دي that will satisfy this constraint، عشان تحل ال constraint دوت. بعد كده find the load impedance ZL، عاوزين اللود اللي هو قيمة ال ZL دي بكام. بمنتهى البساطة انت عندك دلوقتي ال Q اللي هنا وعندي ال Q اللي هنا، اقدر اجيب ال Q اللي حصل، ال Q اللي حصلت هنا اللي هي حصلت في الكاباستور، يبقى الكيو اللوسز في اللاين دوت بيساوي الكيو دوت ناقص الكيو ده اللي هو 25 كيلو فولت امبير اللي هو بتاع السبلاي ناقص 30 كيلو فولت امبير رياكتيف بتاع اللود، يبقى 25 ناقص 30 بناقص كيلو فولت امبير. كده جبنا الكيو اللي فين؟ اللي فقدتها هنا. طب انت عندك الكيو اللي هنا وعندك قيمه الامبيدنس بتاعت الكاباستنس، يبقى اقدر اجيب التيار اللي هنا. انت عارف دلوقتي الكيو بتساوي ايه؟ بتساوي الاي مودلس سكوير في اكس، مش احنا عندنا القانون بيقول، القانون بيقول ان الاس بيساوي اي مودلس، ادي الاي مودلس
سكوير، نعتبر دي سكوير في زد، يبقى دي كأنها بتساوي الاي مودولس سكوير في ار زائد جي الاي مودولس سكوير، يعني نعتبر الاثنين دي اللي هي باور 2، الاثنين دي باور 2 يعني، مضروبه في اكس، مضروبه في اكس. تمام، يعني علشان ما حدش، ادي اهي وهنا في، عشان ما حدش يتذاكر بعد كده يقول ده كانت غلط، اهي كده المعادله سليمه. تمام، طيب الاس بيساوي اي مودولس سكوير في الزد، يبقى لو فكينا الزد دي بقت ار زائد جي اكس، يبقى اي مودولس سكوير في ار زائد جي اي مودولس سكوير في اكس. لو انا خدت بقى، يبقى ده بالنسبه لنا اللي هو الطرف بتاع الكيو، ده كده بالنسبه لنا اللي هو طرف الكيو، يبقى دي كده نعلم عليها، يبقى ده كده اللي هو بيساوي كيو. لو يبقى من هنا لو انا عاوز اجيب الاي بقى، يبقى الاي بيساوي، يبقى هنا كده احنا عندنا الكيو بتساوي الاي سكوير في اكس. وبالتالي يبقى اذا دلوقتي الاي دي بيساوي الجذر التربيعي بتاع كيو على اكس، اهي ادي كيو على اكس تحت الجذر، الجذر التربيعي كده جبنا الاي مودولس. تمام، يبقى احنا كده قدرنا نجيب من هنا، كده جبنا الاي مودولس. وبالتالي سيادتك اقدر اجيب المقاومه الرياكتيف فاكتور، الرياكتيف فاكتور اقدر اجيبها. انا عندي دلوقتي الرياكتيف فاكتور، ايه علاقتها بالكيو؟ الكيو بتساوي الاي افكتيف في افكتيف، او الاي مودولس في الفي مودولس في الرياكتيف فاكتور. طب انت عندك الفي اللي هنا وعندك الاي، يبقى تقدر سيادتك تجيب الايه؟ الكيو بمنتهى البساطه جدا يعني. طيب يبقى حضرتك انا جبت الاي مودولس اللي هنا وعندي الفي اللي هو الفي اس دوت، وعندي الاي اس دلوقتي مودولس، وعندي كيو بتاعته، يبقى تقدر تجيب الرياكتيف فاكتور بتاع الايه؟ بتاع السورس دوت. طيب جبت الرياكتيف فاكتور، اقدر اجيب الزاويه. ليه؟ الزاويه بتساوي ساين انفرس الرياكتيف فاكتور، دي رياكتيف مش باور، يعني دي غلطه كده، دي المفروض رياكتيف فاكتور، يبقى ساين انفرس الرياكتيف فاكتور كده جبت الانجل. وبالتالي لو انا جبت الكوزاين بتاع الزاويه دي، يبقى كده حضرتك جبت الرياكتيف فاكتور، طلعت الزاويه ب 0.8944 بالبوزيتيف، يبقى لاجنج باور فاكتور. ادي كده دي المساله، يعني اول مساله عندنا اهي فيها فكره وفيها شغل وايه وحوار شويه. يبقى احنا كده جبنا الباور فاكتور خلاص. المطلوب الثاني بعد كده بيقول لك ايه؟ فايند ذا فاليو اوف لاين ريزيستنس، عاوز قيمه الريزيستنس بقى دي. طيب نجيبها ازاي؟ سيادتك عندك الباور بتاع السورس، احنا انت عندك دلوقتي، عندي في السورس دلوقتي اللي هنا عارف الكيو بتاعته بس. طب حضرتك تقدر تعرف الباور بتاعه؟ قال لك الباور دي مش انت عندك الكيو وعندك الزاويه. طيب انا ممكن اقدر اجيب منها البي عادي، يعني مفيش مشكله. ليه؟ احنا قلنا مش كان في هنا مثلث كده اللي هو مثلث فيثاغورس، كان كده وكده وكده، ده كان ال ده كان البي الكيو، اسف ده الكيو وده البي ودي الزاويه اللي هو سيتا في ناقص سيتا اي. طيب مش انت عندك ان تان الزاويه دي، تان سيتا في ناقص سيتا اي دي بتساوي كيو على بي. طب انت لسه جايب الزاويه اللي سيتا في ناقص سيتا اي، يبقى البي بيساوي كيو على تان سيتا في ناقص سيتا اي، بس خلاص كده. يبقى سيادتك قدرنا نجيب، قدرنا نجيب البي، يبقى البي بتساوي كيو على تان سيتا، السيتا دي اللي احنا لسه جايبينها اللي هي 26 بوينت كذا. ك
كده جبنا البي، وبالتالي نفس الكيفية بالظبط، حضرتك عندك البي اللي هنا وعندك البي اللي هنا، اطرحهم من بعض كده جبت الباور لوسز في المقاومة، وعندك الاي تقدر تجيب الايه الار، يبقى الباور لوسز بيساوي البي سبلاي ماينس البي ال ب 10 كي، يبقى الار لاين بيساوي ايه البي لوسز على الاي مودلس سكوير، كده جبت المقاومة. طيب بعد كده المطلوب اللي بعد كده عاوز ايه؟ عاوز يجيب قيمة الزد ال. طب انت عندك الاس دلوقتي وعندك التيار اللي ماشي، يبقى ايه علاقة الاس بالزد بالتيار؟ الاس بتساوي المفروض علاقة اي سكوير في زد، اي مودلس سكوير في زد، يبقى بالتالي الزد بتساوي اس على الاي مودلس سكوير، قسمتهم على بعض كده جبت ال 80 زي جي 60، وادي المسألة خلصت. تمام، ناخد مسألة تانية. بيقول for circuit show in figure، for circuit show in figure بقى هنا find ال V note، وبعد كده عاوز يجيب ال ZL اللي تديك ال maximum power و find ال maximum power. دي مسألة maximum power زي اللي احنا حليناها قبل كده. طيب دي عشان طالما اتكلمت على ال maximum power يبقى على طول سيفنس بقى، يبقى أول حاجة disconnect اللود، هنشيل اللود دوت. طيب شلنا اللود، ابدا اجيب بقى الفي سيفننس اللي هنا، الفي سيفننس بتساوي ايه كام؟ في سيفننس على 50 زائد 16 اي نوت بيساوي صفر. طب الاي نوت ده اللي هو فين؟ اللي هو هنا. طيب اجيبه ازاي؟ اشتغل هنا بقى نفس القصه. طيب هنا هو الفي ده بيعتمد على الفي نوت، والفي نوت دلوقتي اصبح في سيفننس، فاسمي دي في سيفننس على 8، واسمي دي بقى كده بالنسبه لنا اللي هو الفولت الجديد في، طبق النوت فولتج ميثود برضو، يبقى في ناقص 0 على 40 وفي ماينس في 7 على 8 على جي 20، وده بيساوي 25 انجل 0. طيب والاي نوت بيساوي كام؟ بيساوي في ماينس في 7 على جي 20. ادي التلات معادلات في ثلاث مجاهيل، كده جبت الايه؟ الفي 7 بتاعتنا اللي هي برضو نفسها الفي نوت. تمام؟ طيب عاوز اجيب الزد سيفننس، قال لك خلاص هتشيل اي فولت سورس هنا، اندبندنت فولت سورس سيركت شورت سيركت، واندبندنت كارنت سورس تخليه اوبن سيركت. طب دوت ايه؟ اندبندنت كارنت سورس اخليه اوبن سيركت، يبقى انا عندي دي رسمه بتاعتي هتكون دول، ودول هيفضلوا زي ما هم، وهديسكونكت اللود واحط ان هو بقى في تيست وايه واي تيست، ادي الرسمه بتاعتنا اهي. طيب يبقى اشتغل بقى هنا في تيست، ودي كانت في نوت على 8، والفي نوت دلوقتي اصبحت قيمتها في تيست، يبقى دي في تيست على 8. اشتغل بقى نوت فولتج ميثود هنا، يبقى في تيست على 50 زائد 16 اي نوت، ده بيساوي الاي تيست، والاي نوت دي اللي هي هنا ده بيساوي 0 ماينس في تيست على 8 على 40 زائد جي 60. ادي المعدات بتاعتي اهي، كده جبت الزد سيفننس بيساوي ناقص 25 ماينس جي 25، فبالتالي ده الزد سيفننس. طب الزد ال اللي تديك الماكسيمم باور، اجيب الكونجنت بتاع ده، الكونجنت بتاع ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو دوت يكون بالبوزيتيف، بيبقى شيل دوت بالبوزيتيف. طبعا المساله هنا طالعه المقاومه بالنيجاتيف، طبعا مفيش مقاومه بالنيجاتيف الا ما يكون دوت ايه اوسليتور سيركت يعني، ولكن احنا هنشتغل بيها عادي، نعتبر ان دي بوزيتيف فاليو. طيب يبقى الباور ماكسيمم بيساوي ايه؟ بيساوي الفي سيفننس سكوير، بس لازم الفي سيفننس دي تكون ار ام اس. طب نرجع نتاكد كده، هي الفي 7 دي ار ام اس، طب اعرفها منين؟ اعرفها من السورس اللي كان موجود هنا، هو تعاملنا بالسورس دوت ايه؟ ار ام اس، يبقى كل النتائج بتاعتنا ار ام اس، يبقى هنا ده كده بالنسبه لنا في 7 سكوير، وفعلا هنعوض عنها بالار ام اس على 4 ار 7 اللي هي 4 25. ادي المساله خلصت. طيب المساله اللي بعد كده بيقول ايه؟ فور سيركت شو ان فيجر كالكوليت الافريج اند رياكتيف باور associated with the given circuit، وال VS دوت مره بيساوي 10 ومره بيساوي 10 كوزين 1000 تي زائد 60. طيب تعال نمسك الاول 10، 10 دي يبقى الاونجا بتاعته بيساوي كام؟ بيساوي صفر. احنا لما الاونجا بيساوي صفر يبقى الكويل بتاعنا دوت ايه؟ شورت سيركت، والكباستور دوت اوبن سيركت. فبالتالي لما كانت الاوميجا بيساوي صفر يبقى دلوقتي هشيل دوت اخليه شورت وده يكون اوبن، فعندي مقاومتين 10 و10. يبقى الفي اس اصبحت دلوقتي بتساوي كام؟ بتساوي اجيب التيار الاول اللي هنا، يبقى 10 على 20 كده جبت التيار، يبقى الباور بيساوي ال 10 فولت مضروبه في التيار اللي هو نص، يبقى ليبل ماينس عشان التيار ماشي كده، يبقى نوت ناقص نص في 10 اللي هو بكام؟ ب 5 واط. طب الكيوب عندها بكام؟ الكيوب صفر لان دوت كده ريال ريزيستنس، يبقى بالتالي مفيش عندنا رياكتيف باور خالص، يبقى الكيو بتساوي 0
فولت امبير رياكتيف. طيب الخطوه الثانيه قال لك الفي اس دي بتساوي 10 كوزاين 1000 تي زائد 60. اول حاجه نحولها ازاي؟ يبقى 10 انجل 60. طب ال 10 دي كده بيك ماكسيموم ولا روت مين سكوير؟ لا دي كده ماكسيموم لان قدام الكوزاين، يبقى لازم اقسم ال 10 دي على جذر 2. يبقى الناتج بتاعنا الفي ار ام اس بتاعنا بيساوي 10 على جذر 2 انجل 60. يبقى اول حاجه كده اهو، يبقى الفولت بتاعنا 10 على جذر 2 انجل 60. طب الزد سي اي ماينس جي على الاوميجا سي، الاوميجا ب 1000 وادي السي قيمتها موجوده، يبقى كده جبت الزد سي وزد ال جي اوميجا ال، حطيت الجي اوميجا ال، اجمع بقى اجيب الزد توتال بقى، اخد دول بارل مع بعض الاثنين دول سيريز، طلعت المقاومه 20 زائد جي 10. ابدا اجيب الاي اس اللي بيساوي الفي على زد توتال اللي هو 10 على جذر 2 انجل 60 على 20 زائد جي 10. كده جبت الاي اس، يبقى الاس بتساوي ايه؟ بتساوي الاي اس كونجنت في، بس خلي بالنا هنا في ماينس هنا كده، لازم نحط نوت كده ايه ماينس، لان اتجاه التيار ما زال كده، وادي ده كان البوزيتيف وده النيجاتيف، وادي اتجاه التيار بتاعنا، يبقى ده هيضرب ماينس اي اس كونجنت في اس، ضربناهم مع بعض كده جبنا الاس بتاعتنا، واجيبها في صوره الريال والايماجري، يبقى البي عندنا باتنين والكيو عندنا مثلا بواحد، بس بقى هنحسب لما كان هنا ايه ماينس. تمام، ادي المساله بالنسبه لنا كده خلصت، مساله بسيطه برضو. كل مسائل الباور على فكره كلها بهذه النوعيه. المساله رقم 7 بيقول لك باستخدام السوبر بوزيشن فايند الفي نوت، واحسب الافريج والرياكتيف باور اللي جت نتيجه الامبيدنس اللي هي 4 زائد جي 3. طيب السوبر بوزيشن فكرته ايه؟ فكرته ان انا هشغل السورس دوت واقفل ده، واشغل ده مره واقفل ده، فلما اجي اقفل ده هيكون اوبن سيركت، واشغل ده يبقى الدايره بتاعتي عباره عن مقاومه ومقاومه وهنا دول، يبقى دي الدايره بتاعتنا. لما اجي اشيل الكرنت سورس واخلي الفولت سورس، يبقى دي الدايره بتاعتنا اهي. اشتغل باي طريقه بقى المقاومتين دول سيريز مع بعض بري، الفي نوت ما زالت موجوده، اعمل فولتج ديفايدر كده جبت الايه الفي نوت داش. بعد كده اشتغل بقى اشيل دول واخلي المقاومه دي، فاشتغل مثلا سكند ستيب دي هشتغل مش كرنت ميثود احنا خدناها قبل كده اشتغلناها، كده جبنا الفي نوت دبل داش، اجمع الفي نوت داش والفي نوت دبل داش، كده جبت الفي نوت توتال. طيب بعد ما جبت الفي نوت توتال ابدا بقى اجيب الاس، الاس بقى بتاعتنا اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي الفي افكتيف مودلس سكوير على الزد كونجنت. الفي افكتيف اللي هو الماجنتيود دوت، لانه ده مودلس سكوير على الزد كونجنت اللي هو 4 ناقص جي 3 اللي هي دي اللي هي بوزيتيف، ده زد، يبقى الكونجنت بتاعها بالماينس، يبقى 4 ناقص جي 3 اهي. يبقى كده جبت الاس، الريال بالنسبه لنا البي، والايمجري هو بالنسبه لنا الكيو. طيب بقى عندنا اخر ثلاثه اكزامبل دول، انا عاوزكم انتوا تحلوهم بقى وناقشونا فيهم ان شاء الله باذن الله. كده انا شرحت الجزء الكومبلكس باور، هنتظر لو في انت عندكم اي مشكله ممكن نحدد ميتنج ما بيننا ونشتغل الباور مع بعض، اي حد عنده سؤال ممكن نظبطه مع بعض الاسئله ايه. يبقى نحدد ميعاد كده نص ساعه او ساعه، اللي عنده مشاكل في المسائل يقول لي، او عنده مشاكل في الفهم يقول لي ونقولها مع بعض يعني. بس الميتنج دوت هيكون للناس كلها، كل واحد مجهز اسئلته يخش يسالها، والناس كلها موجوده تسمع الاسئله وانا اجاوب على الاسئله كلها. شكرا وجزاكم الله خيرا.